من فوق السما السابع حميكي رب العالمين. كل طريق حتى لو صعب بيكمل بالإرادة، ومصر محروسة بأهلها اللي بإرادتهم هزموا ألف مستحيل. ونجاحنا في السنين الأخيرة كان شاهد على كل إنجاز، مشروعات في كل مكان نورت مصر ورجعتنا أقوى من الأول. خططنا للمستقبل قامت على الإصلاح والتعمير وتأسيس مدن جديدة متكاملة مستدامة وذكية تستوعب ملايين السكان وتحقق النمو الاقتصادي. علشان كده أطلقنا مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي من العلمين للسلوم لتطوير المنطقة بالكامل واستغلال مواردها وإمكانياتها، وده معناه أن طريقنا كان لازم يوصل لراس الحكمة. وزي ما كانت العلمين الجديدة مجرد حلم اتحول لجوهرة الساحل الشمالي، مصر قررت تخوض تحدي جديد لبناء مدينة راس الحكمة الجديدة كأولوية حددها مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052. وبتحقيق حلم راس الحكمة هنكمل الطريق لجرجوب والضبعة والنجيلة. وهيكون أملنا لاستيعاب الزيادة السكانية خلال 40 سنة الجاية على مساحة آلاف الأفدنة على ساحل البحر المتوسط. هتظهر للنور مدينة هتنافس أهم المدن العالمية، وده هيتم بالتعاون مع كيانات عالمية ليها باع كبير وخبرة فنية في مجال التطوير العمراني. والهدف الأساسي تنمية مستدامة تفتح باب الخير لأهل المنطقة وتساهم في التنمية الحضرية لمصر كلها، مع زيادة الفرص الاستثمارية اللي بالتأكيد هتوفر فرص عمل وهتدعم الاقتصاد المصري. راس الحكمة شواطئها ممتدة من الضبعة والحد مرسى مطروح. ولأن خطط التنمية المصرية قايمة على اقتناص الفرص، كان لا يمكن نفوت فرصتنا لتحويل راس الحكمة لمدينة الأحلام وتحفيز حركة التنمية المستدامة. المخطط هيحجز مكان لمدينة راس الحكمة على خريطة السياحة العالمية وتحولها لواحدة من أهم الوجهات السياحية على البحر المتوسط وفي العالم، من خلال تأسيس مدينة ذكية متكاملة الخدمات. مدينة هتغير شكل الساحل الشمالي وهتساهم في التنمية المصرية بخدمة كل الملفات: الزراعة، الصناعة، النقل، الإسكان والسياحة وغيرهم. المدينة هي مستقبل صناعة السياحة في مصر، وفي أسباب كتير ورا الهدف ده، أهمها موقعها الاستراتيجي ضمن الشريط الساحلي بين الضبعة ومرسى مطروح في قلب أجمل شواطئ العالم ببحرها الصافي ورملتها الناعمة. ده غير أن راس الحكمة استفادت من مشروعات البنية التحتية اللي قصرت المسافة بينها وبين القاهرة من خلال طريق الفوكة الجديد، كمان قربها من مطار العلمين الدولي، مطار برج العرب، مطار مرسى مطروح وميناء الحمراء. وطبعا قربها من مدينة العلمين بيوفر لها فرص سياحية واعدة. المنطقة كمان غير شواطئها فيها مزارات سياحية مشجعة لإقامة المهرجانات والاحتفالات. علشان كده مخطط تنمية راس الحكمة هيركز على إنشاء مشروعات سياحية على أعلى مستوى لجذب السياح اللي هيكونوا قادرين يستمتعوا بكل الأنشطة السياحية: سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والسياحة البيئية وسياحة السفاري وغيرها. والمخطط كمان هيضم مشروعات سكنية هتستوعب آلاف السكان ومشروعات خدمية متكاملة. كمان هيتم استغلال الظهير الصحراوي جنوب المدينة للاستفادة منه في مشروعات الإصلاح الزراعي، ده غير تدشين مشروعات صناعية ومشروعات للنقل، وكلها مشروعات هتعتمد على مصادر الطاقة النظيفة ومشروعات يعني ملايين من فرص العمل. وزي ما حصل في مشروعات تنمية سيناء هيشارك سكان المنطقة في كل مشروعات التنمية لتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشتهم. مشروعات كتير في مصر قامت بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وحصدنا نتائج نجاحها، وبنفس النهج مشروع راس الحكمة الجديدة هيكون بالشراكة بين الحكومة والشركاء من الأشقاء بالإمارات باستثمارات بمليارات الدولارات، فأكبر صفقة للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر، وده معناه توفير حصيلة دولارية ضخمة لمصر
هتساهم في حل أزمة العملة الصعبة بزيادة المعروض الدولاري النقدي في البنوك، وهتساهم في السيطرة على السوق الموازية واستقرار سوق النقد الأجنبي. وبكده نكون كسبنا على كل المستويات، وقدرنا نأسس مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط، قادرة تنافس أهم المدن العالمية مع تنفيذ مجتمع حضري مستدام متناسب مع طبيعة وخصائص المنطقة، وتوفير أنشطة اقتصادية مناسبة لسكان المنطقة. والأهم إننا رغم كل أزمة ما نوقفش لحظة، ونكمل طريق التنمية ونوصل لحلمنا الأكبر، الجمهورية الجديدة.